السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ دي يا جماعة طريقة خروج الزغلول من البيضة. يعني دي بيضة والزغلول كسر اهو وهيخرج من البيضة. بنيجي يا جماعة كده ونوسع النقر ده عشان يساعد الزغلول انه يخرج من البيضة. البيضة ناشفة يا جماعة، مفيش فيها دم ولا فيها حاجة. كده يا جماعة ونحاول نخرج راس الزغلول من البيضة. كده يا جماعة ده زغلول هزاز هند يا جماعة. بيحاول يخرج من البيضة اهو يا جماعة. طبعا لما بكون تحت الاهالي امه وابوه بيساعدوه، بس انا هنشوفه وهو بيخرج لوحده. احنا بس ساعدناه، احنا فتحنا له البيضه، بنفتح الجزء الامامي ونسيب الجزء الخلفي. بس البيضه ناشفه خالص، مفيش يعني زغلول. خلاص يعني هو كده كده هيخرج. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الخالق. يا جماعة كده الزغلول خرج من البيضة خلاص، كده خرج من البيضة. بس انا مش هشيل الجزء دواني وهحطه تحت الاهالي لما يبقى يطلع اول واحد. يا رب يا جماعة كل الفيديو عجبكم، و دي حاجة من نعم ربنا علينا، وسبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.